بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعلاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتشي بالجزيرة. وجاء حضور الخطيب من أجل تدعيم الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي المرتقبة بعد غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويذكر أن محمود الخطيب قطع رحلته العلاجية بالإمارات وعاد إلى القاهرة فجر اليوم لبحث العديد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة. حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على حالة رامي ربيعة مدافع الفريق خلال زيارته لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء. وحرص رئيس النادي الأهلي على الاستماع لخالد محمود طبيب الفريق الذي قدم وصفا تفصيليا لحالة اللاعب وما وصل إليه من علاج وتأهيل خلال الفترة الأخيرة. كما حرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان من اللاعب نفسه على حالته الطبية وخطوات البرنامج الطبي الذي يقوم به حاليا. ووصل رامي ربيعة مدافع الفريق أداء برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء على هامش المران الجماعية، وذلك وفقا لما حدده الطبيب الألماني المعالج للاعب. اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأسيوطي الأخيرة في كأس مصر بأداء تدريبات استشفائية. وقاد محمد أبو العلا مدرب أحمر الفريق مجموعة اللاعبين الأساسيين في جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية وحمل بدني خفيف على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء. أدى جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة اليوم في الجيم على هامش مران الفريق. ويعاني أجايي من شد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة الأسيوطي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي. خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتدريبات البدنية للاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة مع بداية مران الفريق. وقاد أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق فقرات من التدريبات البدنية المكثفة للاعبي الأهلي مع بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتشي بالجزيرة. أدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وخضع صلاح محسن لتدريبات منفردة للتخلص من الإجهاد العضلي، حيث استأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بعد الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية عقب مران اليوم لدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي. انتظم وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء
في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بتعليمات من خالد محمود طبيب الفريق. واستكمل أزار برنامجه العلاجي اليوم بأداء جلسة في الجيم على هامش ميران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا للترجي، وذلك للتخلص من الإصابة في العضلة الخلفية. حرص سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي على عقد جلسة مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاطمئنان على حالة علي معلول لاعب الفريق الذي خضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الأخيرة عقب الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة كوستاريكا. وتغيب معلول عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة، وانتظم في التدريبات منذ عدة أيام استعدادا لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري قيد الجنوب أفريقي باكاماني مالامبي في قائمة الفريق الأفريقية، وذلك مع فتح باب القيد الأفريقي قبل بداية دوري المجموعات. ويحق للأهلي قيد لاعبين في القائمة الأفريقية إذا كانوا مقيدين في القائمة المحلية، ولكن لا يحق قيد لاعبين جدد حتى يتم فتح باب القيد باتحاد الكرة. أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ترجي تونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب. وضمت القائمة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الأربعاء وحتى موعد المباراة. وضمت القائمة في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، وفي الدفاع أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، ومحمد نجيب. وفي الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، أحمد حمدي، أحمد حمودي، إسلام محارب، كريم نادفيد، وباكا. وفي الهجوم مروان محسن، صلاح محسن. وللمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بيك. أهلا بيك آية، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. كريم، عايزين نعرف إزاي كانت تدريبات الفريق النهاردة خصوصا بعد زيارة الكابتن الخطيب للميران؟ بالفعل يمكن كانت زيارة أكثر من رائعة. وفي البداية عايزين نقول طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحمد لله على السلامة أكثر من ثلاث أسابيع متواجد في الإمارات طبعا لعمل العملية الجراحية في العمود الفقري. النهاردة كانت الزيارة ليها مردود كبير جدا سواء على أعضاء النادي أو على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. تواجد الكابتن محمود الخطيب النهاردة في الساعة 11 صباحا بملعب مختار التتش لمتابعة تدريبات النادي الأهلي قبل المباراة الهامة جدا، مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة على استاد برج العرب. كان طبعا صافح كافة اللاعبين، الجهاز الفني، تمشاف هو جزء صغير من التدريب، ثم غادر ملعب مختار التتش وعاد لي من جديد. كان في اجتماع سريع مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، واكيد كان في تاكيد على الفترة القادمة. لابد ان النادي الأهلي يستعيد الانتصارات التي شهدها الفريق خلال مباريات الدوري او خلال المباريات بشكل عام، وركز على ان الفريق لابد ان يستعيد هوية النادي الأهلي من جديد لإسعاد جمهور النادي الأهلي رغم الإصابات رغم الغيابات. قال الكابتن خطيب لابد ان كل اللاعبين يكونوا في قمة التركيز خلال المشوار الافريقي، لان البطولة دي ليها تاثير كبير جدا على جمهور النادي الأهلي وهي الهدف القادم بالنسبة لي النادي الأهلي. من بعد طبعا الحضور للكابتن محمود الخطيب كان تدريب عادي مع كابتن حسام البدري، حاول ان هو النهارده يركز على بعض الفقرات البدنيه، واختتم المران بتقسيمه في منتصف الملعب زي ما قلت طبعا 23 لاعب متواجدين في القائمه ان شاء الله
في مباراه الاهلي والترجي التونسي، وبنأكد طبعا على قيد بكماني. يمكن بكماني تم قيده في القائمه الافريقيه نظرا لغياب اجاييه اللي ممكن يغيب اكثر من مباراه، ممكن يغيب مباراه الترجي ومباراه كامبالا وايضا كمان مباراه المصري نظرا طبعا للشد القوي اللي هو عنده خلال المباراه الماضيه. يمكن احنا عندنا بعض المعلومات ان اجاييه عنده مزق في العضله الخلفيه وليس شد في الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى، وعلى اثرها طبعا هيغيب بشهر. المزق طبعا بياخد وقت شويه، بنتمنى له كل السلامه، وبتمنى اكيد بكماني يكون اضافه قويه خلال المشوار الافريقي وخاصه خلال المباريات القادمه. بنأكد كمان على غياب جونيور اجاييه مع وليد ازارو، اثنين طبعا كانوا قوه كبيره جدا، هيكون لهم تاثير في المباراه، لكن بنتمنى كابتن حسام البدري يكون في البديل المميز والجاهز ان شاء الله خلال المباراه القادمه. بعد طبعا انتهاء المران توجه النادي الاهلي الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق المباراه 48 ساعه. هيحاول الكابتن حسام طبعا غدا هيكون في تدريب على الملعب الفرعي او الملعب الرئيسي للاستاد برج العرب، وهيكون في طبعا بعض الجمل التكتيكيه وايضا التشكيل النهائي اللي هيخوض به النادي الاهلي هذه المباراه. يمكن مع المعتاد الكابتن حسام بيحاول ان هو يعمل بعض المحاضرات الفيديو قبل المران، لكن اليوم شهدت محاضره الفيديو عقب انتهاء المران كانت في جلسه مع اللاعبين وبعض نقاط القوه داخل الفريق نادي الترجي التونسي. قعدت الجلسه استغرقت 25 دقيقه محاضره الفيديو، ايضا كانت محاضره فنيه وتحفيزيه لكل لاعبي النادي الاهلي، واكيد ينقص النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق خلال المباراه القادمه. يمكن النادي الاهلي بيمر بمرحله صعبه، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يكون الاسعاد واسعاد الجماهير انطلاقا من مباراه الترجي التونسي. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا. وإلى أخبار المنتخب الوطني واتحاد الكرة، ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 22 من مايو الجاري استعدادا لودية الكويت يوم 25 من نفس الشهر. وقرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بعد انتهائهم من اللقاء المصري يوم 22 من مايو الجاري ضمن مؤجلات الدوري. ويغادر منتخب مصر إلى الكويت يوم 23 من مايو الجاري لخوض ثاني معسكراته بعد معسكر سويسرا الذي خاضه في مارس الماضي. ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 25 من مايو الجاري، وكولومبيا الأول من يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 من يونيو في بلجيكا. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا غدا الخميس من أجل مناقشة العديد من الأمور المهمة. ويأتي على رأس الملفات التي من المنتظر مناقشتها في اجتماع الغد حل أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي. كما يناقش الاجتماع ملف معسكر المنتخب الوطني القادم بالكويت المقرر في مايو الجاري، والذي يتخلله مباراة ودية مع المنتخب الكويتي. قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي منح لاعبي الفريق راحة سلبية 24 ساعة الجمعة المقبل لقضاء إجازة قصيرة مع أسرهم، على أن يستأنف الفريق معسكره التدريبي السبت بأحد فنادق القاهرة ويستمر حتى موعد السفر إلى السنغال مساء 8 من مايو الجاري. ويخوض منتخب الشباب مباراته
ويخوض منتخب الشباب مباراته الودية الثانية أمام نظيره الليبي غدا الخميس باستاد بورسعيد. يعود بعدها الفريق إلى القاهرة ليبدأ المرحلة الأخيرة من استعداداته لمواجهة السنغال. وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين والتي أقيمت الاثنين الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي، ويستعد منتخب الشباب لمواجهة نظيره السنغالي يومي 12 و 19 من مايو المقبل بالسنغال ومصر، وذلك ضمن مباريات المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب والتي تقام بالنيجر العام القادم. فاصل قصير ونعود لأخبار الألعاب الأخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الألعاب الأخرى. حرص محمد مصلح المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة عبد الحليم عبو لاعب الفريق بعد أن خضع الأخير إلى جراحة في غضروف الركبة ومنظار استكشافي أمس الثلاثاء. وأطمأن مصلحي على نجاح العملية الجراحية والبرنامج العلاجي الخاص باللاعب لتأهيله للموسم الجديد بعد أن تحمل على نفسه خلال الفترة الماضية وقام بتأجيل الجراحة بسبب ارتباطات الفريق. ويتولى مصلحي تدريب المنتخب الوطني في الوقت الراهن وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل بعد أن طلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاستعانة بجهوده خلال هذه الفترة. قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بوضع برنامج بدني مكثف لتجهيز اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الجمعة القادم في الجولة قبل الأخيرة من نهائيات بطولة الدوري. وحرص الجهاز الفني على وضع تدريبات بدنية مناسبة في ظل تلاحم المباريات وضيق الوقت والإجهاد الناتج عن خوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة. ويسعى عاصم حماد المدير الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب لمواجهة الطلائع التي تسبق لقاء الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة. توج فريق 16 سنة لكرة السلة للناشئين بالنادي الأهلي بلقب بطولة الجمهورية بعد الفوز على الجزيرة في آخر جولات الدورة النهائية للبطولة بنتيجة 68-53. وتسلم اللاعبون والجهاز الفني كأس البطولة وميدالية المركز الأول بعدما حسم الفريق اللقب الذي يعد ثالث ألقاب الفريق في الموسم الجاري بعد الفوز ببطولة الدوري المرتبط للمحترفين ولقب بطولة منطقة القاهرة.
اعتذر كريم مدهشان اللاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني بسبب معاناته من الإصابة بقرحة في الركبة والتي تعرض لها خلال مباريات الفريق في الموسم المنقضي. وأخطر لاعب الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بإصابته وحاجته إلى راحة لمدة 45 يوما على أن تشهد هذه الفترة تدريبات تقوية للعضلات فقط دون المشاركة في أي تدريبات جماعية. ويسعى اللاعب إلى تجهيز نفسه للموسم المقبل بعد أن شارك في تتويج الفريق ببطولتي دوري المرتبط للمحترفين وكأس مصر. وقبل نهاية النشرة نستعرض أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل اللقاء الإفريقي. الأخبار، حسام البدري يخصص فقرة بدنية للاعبي الأهلي. الوفد، فيلم تسجيلي لحسام غالي في ملعب التتش. الشروق، تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي. اليوم السابع، طبيب المنتخب التونسي يطمئن على معلول في الأهلي. الوطن سبورت، أحمد حمودي ينتظم في تدريبات الأهلي. فيتو، أزارو ينتظم في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد انتهاء الراحة. الميدان، البدري يكشف نقاط القوة والضعف لدى الترجي. صدى البلد، جلسة في الجيم لجونيور أجايي بالنادي الأهلي. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.